متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير إليكم. هذه المرة نشرة الأحوال الجوية لهذا الأسبوع الذي أيضا يتصادف به بدء فصل الصيف في المملكة. بشكل عام المملكة منذ بدايات شهر حزيران تشهد موجات حر متواترة عليها وذات درجات حر مرتفعة وأبكر مما هو معتاد. أيضا تصادف هذا العام هبوب لرياح ما يسمى برياح البوارح، تسببت بحدوث موجات غبارية كثيفة في المنطقة الوسطى والشرقية. نتعرف الآن سوية على توقعات الأحوال الجوية لهذا الأسبوع في المملكة، لكن نبدأها بالسبب وراء وجود هذه الموجات الحارة. فكما نلاحظ سيطرة كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، أي في منطقة بلاد الشام. هذه الوضعية الجوية تسببت بسيطرة مرتفع جوي شبه مداري على كامل ومختلف مناطق المملكة وشبه الجزيرة العربية، الأمر الذي أدى إلى أمرين هامين. الأمر الأول هو اندفاع الرياح الشمالية التي تسمى برياح البوارح ذات النشاط أو ذات السرعة العالية وتتسبب بحدوث موجات غبارية. الأمر الآخر هو أيضا حدوث ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة إلى مستويات قياسية. فمثلا حتى في سلطنة عمان سجلت درجات حرارة في السلطنة كانت قياسية، بلغت في بعض المناطق إلى ما يقارب 51 درجة مئوية. وهذه الأجواء تبقى معنا خلال هذا الأسبوع بشكل عام، لكن بظروف بعض الشيء متغيرة أو مختلفة. نتعرف ونبدأ بتوقعات الأحوال الجوية هذا الأسبوع. يوم الأحد متوقع أن تشهد به المملكة أجواء قد تكون مغبرة بعض الشيء في المناطق الوسطى والشرقية، درجات حرارة تصل إلى 39 درجة مئوية في الدمام، 42 درجة مئوية في المنطقة الوسطى، و40 درجة مئوية في المنطقة الشمالية، 38 درجة مئوية في تبوك، و35 درجة مئوية في جدة. لكن مناطق جنوب غرب المملكة يتوقع أن تشهد زخات رعدية من الأمطار. هذه الزخات الرعدية من الأمطار قد تكون غزيرة في بعض المناطق المحدودة و يعني تترافق مع جريان الأودية في تلك المناطق، وترتفع درجة الحرارة في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية إلى 30 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى ليلاً حوالي 20 درجة مئوية. يوم الاثنين يتوقع بمشيئة الله تعالى أن ترتفع درجات الحرارة بشكل لافت في المنطقة الشمالية من المملكة، تصل إلى حدود 43 درجة مئوية في ساعات النهار، رياح نشطة في جدة و36 درجة مئوية في ساعات النهار. تبقى فرص الأمطار قائمة في جبال جنوب غرب المملكة، تصل العظمى بها إلى 31 درجة مئوية وتكون 37 درجة مئوية في تبوك، تصل إلى 43 درجة مئوية في العاصمة الرياض و41 درجة مئوية في الدمام والمنطقة الشرقية. يوم الثلاثاء تعود الرياح الشمالية الشرقية بالنشاط في المنطقة الوسطى، الأمر الذي يؤدي إلى عودة ارتفاع مستويات الغبار في العاصمة الرياض مثلا، وتصل العظمى إلى 44 درجة مئوية. موجة حارة على المنطقة الشمالية تصل إلى 42 درجة مئوية في منطقة الحدود الشمالية، 39 درجة مئوية في تبوك، والأجواء أيضا أكثر حرارة مما هو معتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام. بعض الأتربة المثارة أيضا في جدة 35 درجة مئوية، ولكن في المناطق الداخلية مثل مثلا مكة المكرمة قد تصل درجات حرارة إلى مستويات متقدمة في هناك، وتصل إلى 30 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة مع ظهور كميات من السحب والغيوم، والأجواء مشمسة وحارة طبعا بعض الشيء في المنطقة الشرقية. في الدمام مثلا تصل العظمى إلى 41 درجة مئوية في ساعات النهار. يوم الأربعاء يتوقع أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها في المنطقة الشمالية، تصل إلى 41 درجة مئوية مثلا في تبوك و43 درجة مئوية في الحدود الشمالية، والأجواء حارة للغاية بل وشديدة الحرارة لما هو معتاد عليه في تلك المناطق، 36 درجة مئوية في جدة و44 درجة مئوية في العاصمة الرياض، والأجواء حارة للغاية، 42 درجة مئوية في المنطقة الشرقية. وتبقى فرص الأمطار قائمة في مرتفعات جنوب غرب المملكة على شكل زخات محلية في نطاقات جغرافية ضيقة يعني من منطقة إلى أخرى، وتصل العظمى في تلك المرتفعات إلى 31 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى إلى حوالي 20 درجة مئوية. يوم الخميس من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تصل درجات الحرارة لمستويات قياسية في المنطقة الشمالية، تصل إلى حوالي 45 درجة مئوية في ساعة النهار. الأجواء لاهبة وموجة حر قوية على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية المملكة، تصل إلى أيضا تبوك 43 درجة مئوية، وتكون 43 درجة مئوية في العاصمة الرياض و42 درجة مئوية في الدمام. تركيز الموجة الحارة كما نلاحظ على المنطقة الشمالية من المملكة، تكون 34 درجة مئوية في جدة. تبقى فرص الأمطار قائمة بشكل محدود فوق مرتفعات جنوب غرب المملكة، تصل العظمى إلى 30 درجة مئوية في ساعات النهار.
ننهي هذه النشرة الجوية الأسبوعية بيوم الجمعة المتوقع أن تصل به درجة حرارة في المنطقة الشمالية إلى 47 درجة مئوية. الأجواء لاهبة للغاية في تلك المناطق، وموجة حارة قاسية بعد شيء على تلك المناطق، 44 درجة مئوية في تبوك، والأجواء حارة للغاية، درجات حارة هناك أعلى من المعدلات المعتادة بشكل لافت. تكون في العاصمة الرياض وفي الدمام 43 درجة مئوية، والأجواء حارة في ساعة النهار، 34 درجة مئوية في جدة و28 درجة مئوية، مع انخفاض على درجات الحرارة في مرتفعات جنوب غرب المملكة، مع فرص لبعض الزخات من الأمطار أحيانا في تلك المناطق. إذن هذا كان ملخص الأحوال الجوية في المملكة المتوقع خلال هذا الأسبوع، الذي أيضا كما ذكرنا سابقا يتصادف مع بدء فصل الصيف من الناحية الفلكية، الذي بالمناسبة يبدأ في 21 من شهر 6 يوم الاثنين، ويمتد نحو حوالي 93 يوما، وتشهد مناطق عدة به من المملكة أطول ساعات النهار يوم الاثنين وأقصر ساعات الليل بمشيئة الله تعالى. إذن هذا كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. أتمنى لكم جميعا أسبوعا مباركا أينما كنتم، دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.